تحية طيبة من الجمهور حق إخواننا الإماراتيين. تشجيع قوي. أنا عاجبني نكنيمة الصراحة. نكنيمة دوك فليت. نعم. أنا الصراحة أتوقع أن الدوك راح يفوز. إحنا نقول له علي علي يا بطل فليت. بس عاد ناقص الخوذة يعني. المفروض شغلوا له الأغنية يا عدول. والله أنا أقول أنا أأيد هالحكي هذا. أغنية جراندايزر تركب على كل شيء. شيء طبيعي. خصوصا بالديوانية. شوف الوجه قوي. البشوش. والله أن ربعنا من الإماراتيين على كودي. راسي. كودي مع الترا ون. من منقي؟ كودي الترا ون. كودي الترا ون. والله في ناس غيرك يلعبون بكودي. ممتاز. كودي خصوصا بالجزء اكيد 12 راح يكون يعني راح تشوفه بشكل كبير يعني وايد وايد عدلوه. اها خلينا نشوف. بس هذه مو 2012 فخلينا نشوف المباراه. كودي وايد اقوى من سوبر لان تحت شورت مالته 3 فريمز وايد ضبطته. اها زين وايد دمج عالي. فيرست اتاك من دوك فليت. مكانه فيرس بس ما طلعت متاخر. الكومبو طوله. الكومبو طوله. ما عنده ريفرسل مثل الناس طبعا. بس حلوه للحين متمسك بالوضع كبير. لا لا زوينك بنش اي اكس ممتاز. بس يخدر فيها ترى. يخدر بس فيها انفيزيبيليتي حلوين. ماكو شيء ما يخدر. الشخصيات قاعد يلعبون. لا لا يا دوك فليت. لا يا دوك فليت. كان يبيلها صبر شوي. اصبر ما يخالف. بس محاولة جدا ممتازة الصراحة. رفع شمومه يا صاحبنا. وش كودي رفع شمومه معناته انه بيفوز. هنشوف دايجو. اتمنى انه يفوز. اوه ليش؟ كان شاحن وكان بيطق فيرسس بالغلط. ادري صح الظاهر. والله ثلاث سترونجات يعورون دمج. شوف فيها ستان. فيستن فعلا خلص الراوند. محاوله جيده من ما عليه دوك فليت. تشجيع من الجمهور. روح رياضيه. ايوه اخونا انبي ماس الماس ابو ظبي. انبي ماسك من ابو ظبي. لاعبنا الثاني من الامارات. شرفونا بحضوركم. يعطيهم العافية الصراحة. طبعا قاعد يعدل جايب عدته وياه. طبعاً على ما يعدل until the player actually does the button check. Special shout out to the fighting game community. Whoever's watching, whether you're in the Gulf, outside, internationally, in the States, in Europe, in Japan. Lots of people from Japan. This all happened because of the fighting game community, the developers, Capcom, SNK, Seth Killian, community managers, your development, participation is all thanked. Highly appreciated. And ينبض مكتوب. Go back to commentating in Arabic. حاليا عندنا Envy Mask ماخذ مكتوب ضد ين. طبعا كنا قبل شوي مع قاعد نتكلم عن الماتش اب. شلون الماتش اب؟ ذكر الجمهور مع معن كان يقول 10-0 حق يون. 10-0 اي الا صار عندها الترا. هني يصير شويه في امل. خلينا نشوف. عاد هو الكومباك مال ماكوتو وايد قوي. بالضبط. يعني اذا قدر اللاعب مال ماكوتو انه يمسك يون راح يدمجه بشكل كبير. غير كذي لا يون راح يمسك الجيم. كنا راح الجيم. كروس ترى الدايف كيك مال يون هذا يعقد على فكره من النوك داون. ممتاز. الراوند الثاني ويقدر يقطع الشيله. الراوند الثاني
شد حيلك يا انفي ماسك. صاده. هذا هو الدمج. رشر بشورتات وايد حلو. ما فيها ستان. رد الستان، رد الستان ميتر. ما في اي خطوره، ما في اي خطوره. جيجن. جيجن ولا راح الجيم. يعطيكم العافية. روح رياضية من أبو ظبي. طبعا آخر من اللاعبين الإماراتيين اللي موجودين ويانا فهد نيمكس. على فكرة ترى فهد يشابه واحد من الشباب، أنا أشوفه كنا مال الله يلعب هوندا. يلعب هوندا بعد؟ والله كنا واحد من الشباب. شوفه ما ادري كان غير والله. هذا الباتن تشيك، كل شيء اوكي، ما كل العافيه. فوكس اتاك داش كانسل. خوش التيشيرت الترا، عاجبني التيشيرت. لازم نساله من وين ماخذ التيشيرت. بايسون. بايسون لاعب بايسون ثاني لحد الحين، ترى ما كل اثنين اللي فازوا على دايجو، اللي هو واحد لاعب سقط تايرنت والثاني عامر ملاكم، لاعب ملاكم عمار ملاكم. راوند الاول الكل. هذا فيرست اتاك من صاحبنا فهد نيمكس. فهد نيمكس لحد الحين لصالح الجيم. شو تشوف الجيم انت بايسون ضد يون؟ والله انا مثل ما قلت لك، هو بايسون لحد الحين اقول لك انه ما عنده ريفرسل مثل الناس، فلازم تلعب وانت مرتاح بكل صبو. حطه بالزاويه وبرشر شغال وراح الجيم. هذا الكومبو اللي بالزاويه مصيبه. أوه. بعد الفوكس اتاك تو بالمز مع ادوكن ولا الترا دمج مو طبيعي تقريبا 400 وشيء. طبعا هذا السوبر لجوريوكن الى جينيجن. ما عليك، والجمهور متفاعل بشكل كبير. انا اظل احيي ربعنا من الامارات، واحد منهم لازم يطلع، لازم يطلع بفوزه ان شاء الله. وحطه بالزاوية حلوة ومسكة ثانية. سيزر كيك للحين ما خدر. سيزر كيك حلوة ومسكة. وهقة وهقة. فيها ستان، فيها ستان يا حمد، فيها ستان. خلنا نشوف. حلوة. لا ما له داعي داشين، داش واحد يا لا. يمكن حلوة. دير بالك. حلوة يا فهد نيمكس. ما عليه خيرها بغيرها. خوش بايسون. روح رياضية من اخواننا اللي بالامارات. هالتيشيرتات